بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشرف الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نبرأ إليك من حولنا وقوتنا، ونلتجئ إلى حولك وقوتك يا ذا القوة المتين. كل عام وأنتم بخير إن شاء الله. اليوم أول يوم من مدرسة رمضان. شهر رمضان هو المدرسة التي يدخل فيها الصائم ويخرج منها في آخر يوم من رمضان، وقد اتصف بصفة الملائكة الكرام، أخلاقه وأعماله وعبادته وطاعته، فيكون ملكا في قالب بشر. وأول ما يجب على الإنسان في هذا الشهر المبارك حفظ قطعة بسيطة من جسده، حفظ اللسان، هذا اللسان الذي كان يقول فيه أبو بكر رضي الله عنه وهو في حال النزع عند الموت. دخل عليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه فرآه ماسكا لسانه يريد أن يقتنعه، عم يشده، فقال: ما هذا يا خليفة رسول الله؟ قال: هذا الذي أوردني الموارد، هذا الذي أوردني الموارد. يورد الإنسان عذاب نار جهنم بكلمة يقولها أو كلمة يكذب بها أو غير ذلك. والله عز وجل يقول لنا في القرآن: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. الإنسان محاسب على كلماته، كل كلمة تقولها تسجل عليك، إن كانت خيرا أجرت عليها، وإن كانت شرا عوقبت عليها. كل حرف وكل كلمة يقولها، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ملكان، رقيب يسجل عليك الحسنات، وعتيد يسجل عليك السيئات، فكل كلمة محسوبة عليك. ووجهنا الله تعالى لاتخاذ اللسان في الأمور التي يريدها، فقال تعالى: لا خير في كثير من نجواهم. النجوى حديث السهرة. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. إذن أول شيء الحديث يجب أن يكون: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة، أن ترغب الناس في فعل الخير ونفع الصدقات للفقراء والأيتام والمساكين، إلا من أمر بصدقة أو معروف. معروف أن تجعل لكل إنسان تقابله أو تجالسه تدله على معروف يكتسب به الأجر والحسنات من الله سبحانه، أو معروف أو إصلاح بين الناس، إذا كان في إفساد بين زوج وزوجة وبين أخ أو أخ تصلح بينهما. هذا الكلام الذي تكتسب عليه الأجر، هذا ما يجب على الإنسان أن يفهم. قطعة هذه اللحم، هذا اللسان، هو الذي يوصل الإنسان إلى عذاب جهنم، وأن يعيش بين أطباق النار من أجل كلمة قالها. وإما أن يوصلك إلى أعلى درجات الجنة بكلمة من الصالحات قلتها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الأعمال إلى الله حفظ اللسان.
رواه البيهقي في شعب الإيمان. أحب الأعمال إلى الله تعالى حفظ اللسان. ولو المسلم رجع قدامنا في الحياة القرآن وحديث النبي صلى الله عليه وسلم وكلام الحكماء والعلماء وكلام العوام، فبتاخذ من القرآن أو بتاخذ من كلام النبي عليه الصلاة والسلام أو بتاخذ من كلام الحكماء أو خذ من كلام العوام، المهم أن تنتفع فيما تسمع. من كلام العلماء قالوا، من كلام الحكماء قالوا رضي الله عنهم: كمالك تحت كلامك، كمالك تحت كلامك. هذا كلام صحيح، لأن الإنسان لا يوزن بجسمه، إنما يوزن بمنطقه وحكمته. كمال الإنسان بحكمته ومنطقه. كان عطاء بن أبي رباح رضي الله عنه وأرضاه كان أسود أفطس الأنف، أعرج الرجل رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو من تابعين، من كمال التابعين رضي الله عنهم. كان إذا تكلم أسكت الفصحاء، أسكت العلماء بكلامه، مع أنه شكله ما كلها. كان الملك عبد الملك بن مروان كان يقدمه إلى مجلسه ويستمع منه. إذا وجد عطاء لا يتكلم أمام الملك أحد إلا عطاء، لما كان له من فصاحة الكلام وحكمة العبارة وزينة السبك المعرفة، قدم إلى الملوك، بينما العلماء أخرهم لعدم فصاحتهم أمام عطاء ابن رباح رضي الله عنه وأرضاه. فأيها المسلم، احفظ لسانك واعلم أن لسانك حصانك، أو أنا ما أقول حصانك، أقول لسانك حصانك، يعني حصانتك، إن صنته صانك، وإن زنته زانك، وإن خنته خانك. هذا اللسان، فإذا كان المسلم عرف أن لسانه هو الذي يرفع مقامه أو يحط درجاته عند الناس، فعندها المسلم لازم ينتبه أن يكون كلامه دائما موزون بميزان الجوهر، ما ميزان الذهب، أعز من ميزان الذهب. ما بيتكلم إلا الكلمة الضرورية في الوقت الضروري عند الحاجة إليها. هذا المسلم. فلسان صغير جرمه، صغير جرمه، عظيم جرمه. صغير لكن جرمه كبير. وكم ممن أودى به لسانه إلى القتل. احفظ لسانك أيها الإنسان، لا يلدغنك إنه ثعبان. كم في المقابر من قتيل لسانه، كان التهاب لقاءه الشجعان. كان أبطال يهب منه يلي قتل لسانه. فانتبه الإنسان على هذا اللسان. والله عز وجل حتى يكرم الإنسان خلق له اللسان بين طبقتين، بين الشفتين. وما أوتي الإنسان بأكمل من الصمت. أفضل عمل أن يقوم به الإنسان أن يكون صامت، أن لا يتكلم إلا الكلمة الضرورية التي يحتاج إليها. أما أن يقول أينما حضر وأينما كان قالوا وقالوا، فصلى الله عليه وسلم أخبرنا أنه ما من ذنب يوم القيامة أكبر من ذنب من يقول قالوا وقالوا، قالوا وقالوا. أعظم ذنب
أن تنقل كلام الناس بدون تفكر أو بدون تروي. قالوا كذا نقلت الكلام، ممكن يكون الكلام كذب، ممكن يكون الكلام تآمر، فأنت نقلت كلام غير صحيح، فأنت يوم القيامة مؤاخذ على ما تكلمت يوم القيامة. فالله خلق اللسان بعمل، عمل اللسان العبادة والطاعة وتلاوة القرآن والتسبيح والذكر، هذا اللسان خلق لهذا، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدلالة على الخير، هذا فعل اللسان. أما إذا شغلنا اللسان بكذب أو نميمة أو اتهام أو تنقيص أو ازدراء بأحد الناس، فهذا القول وهذا العمل يودي بصاحبه إلى عذاب الله يوم القيامة. لسانك إما أن تدل به على الخير أو تنهى به عن منكر أو تذكر به بالله سبحانه، وإلا فالصمت خير لك من الكلام. أفضل ما يكون الإنسان أن يكون صامتا إلا فيما يرضي الله. كان عليه الصلاة والسلام صمته أكثر من قوله صلى الله عليه وسلم، كان إذا تكلم تكلم بحكمة تحمل عشرات المعاني، أوتي جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم، وكان لا يتكلم إلا في حالة الضرورة عند نصيحة أو إرشاد أو تبليغ. في واحد بس بده يحكي لن يحكي وأنا ما أحكي، أنا بدي يحكي، بيحكي فممكن بيخربط، ممكن يقول له سكوت، ممكن يقول له كلمة أكثر من هيك. فالمسلم لازم يحفظ كرامته بكلامه، كلما حفظت كلامك أكثر صنت كرامتك عند الناس أكثر. يروى أن سيدنا لقمان الحكيم في قول أنه نبي، في قول أنه ولي، فنقول صلى الله عليه وسلم ونقول رضي الله عنه وأرضاه. فإن كان نبيا صلى الله عليه وسلم، لقمان الحكيم كان عبدا، قال له سيده يوم اذبح لنا شاة وأتني بأطيب شيء فيها، أطيب شيء في الخروف جلدية. فذبح له شاة وأتاه بلسانها وقلبها، اللسان والقلب. قال له ما هذا؟ قال له هذين أطيب شيء في الشاة. فأكل منهما. بعض من ذا قال له اذبح لنا شاة وأتني بأخبث شيء فيها. فذبح شاة وأتاه باللسان والقلب. قال له المرة الماضية أنت جبت النود أطيب شيء. قال له هذين إن طابا طابت حياة كل مخلوق، وإن خبثا خبثت حياة كل إنسان. فالإنسان بلسانه وقلبه، إن طاب القلب واللسان طابت حياته، وإن خبث القلب واللسان خبثت حياته. هكذا كانوا يعرفون كيف يكون الإنسان. ولو رجعنا إلى حديث رسول الله لسمعنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أصبح ابن آدم، إذا أصبح ابن آدم أصبحت الأعضاء كلها تكفر اللسان، تكفر اللسان يعني تقول له أنت سبب ذنوبنا وخطايانا، تتهم اللسان. إذا أصبح ابن آدم أصبحت الأعضاء كلها تكفر اللسان،
تقول اتق الله فينا، ايدك ورجلك وعينك بخاطب اللسان، اتق الله فينا، فإنك إن استقمت، استقمنا، وإن اعوججت اعوججنا. رواه الترمذي رضي الله عنه. فإنك إن استقمت استقمنا، وإن اعوججت اعوججنا. والصحيح هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام. إذا اللسان استقام، الإيد تعطي كرامة، وإذا اللسان استطاع الرجل تمشي إلى خير، وإذا اللسان استقام العين تنظر إلى فضيلة. أما إذا اللسان أساء، إذا أساء اليد تضرب، تسيء بالضرب، والرجل تمشي إلى الخطأ وإلى المعصية، والعين تنظر إلى الحرام. هذا إذا خبس اللسان. فلسانك إن صنت صانك، وإن خنت خانك. إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان. تقول اتق الله فينا، إن استقمت استقمنا، وإن اعوججت اعوججنا. فكل واحد منا بيعرف بقى حاله، تعرف انه انت مستقيم ولا غير مستقيم. شوف لسانك، اذا كان مستقيم على الحق فانت على حق، واذا كان لسانك مايل عن الحق فانت مايل عن الحق. ولو كان ظاهرك عم تصلي، ولو كان ظاهره طلع على الحج، لكن شوف لسانك، لسانك يدل عليك ان كنت فاضلا او كنت ناقصا. ما يقوله اللسان هو تعبير عما يكون في القلب. اللسان معبر عما في القلب. فإذا كان القلب طاهرا تكلم اللسان بالكلام الطاهر، وإذا كان القلب مائلا إلى معاصي أو شهوات نطق اللسان فيما يميل إليه القلب. والله تعالى يؤاخذنا يوم القيامة على ما نطقت به ألسنتنا وتكلمت به في كل مجال من المجالات. وغدا يوم القيامة لما نقرأ الآية سبحان الله، يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. صغيرة من كلامك أو كبيرة من كلام من عملك إلا أحصاها. فلسانك يسجل عليك أعمالك، بل اللسان يسجل على الإنسان مكانته في الآخرة وكرامته في الآخرة. فإن كان لسانك مضبوطا بشرع الله كانت لك الكرامة في يوم القيامة، وإن كان لسانك غير مقيد بالشريعة فأنت يوم القيامة مع الهالكين، وإن قام ببعض العبودية والطاعة. فنسأل الله أن يرزقنا كمال الاستقامة على ما يرضي الله عز وجل. ممكن اللسان، ممكن الإنسان يشغله في مرضاة الله، وممكن يشغله في غير طاعة الله. اللسان لسان، لساني ولسانك مثل بعضهم البعض، هذه قطعة لحم وهذه قطعة لحم. في الجسد لها عمل بالنسبة للطعام الله جعلك، لكن اللسان خلق للكلام، خلق للكلام وللتعبير عما في القلب. فإن كان قلبك خاشعا بين يدي الله، خائفا من الله، عرف اللسان على ذلك. وإن كان قلبك غافلا عن الله، مائلا إلى الشهوات، واقعا في الذنوب، فلسانك يعبر كذلك عن ذلك. كونوا في سهرة، واحد بيقعد في السهرة بدل على الله، بذكر بالله، واحد بيقول لهم فلانة جميلة وشكلها
وواحدة سهلت كذا، واحد عمي كذا، حكي كله في النساء وفي الجنس، هذا دل على ما يميل إليه وهذا دل على ما يميل إليه. فاحفظ لسانك واعلم بما تتكلم، فإن لسانك يعبر عما في قلبك. الله عز وجل يجعل قلوبنا قلوب الصالحين. اللهم اجعل سريرتي خيرا من علانيتي، واجعل علانيتي صالحة. صلى الله عليك يا رسول الله. فممكن الإنسان أن يقوم بطاعة، بصلاة وصيام وحج وعمرة وتلاوة للقرآن وقيام بالليل وتهجد، ممكن أن يقوم بكل هذا، لكن لسانه تكلم كلمة فيها نقص حبطت أعماله وهو لا يدري، محيت طاعاته وهو لا يدري بكلمة قالها بلسانه. ولو سمعنا قول النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل عليه سيدنا معاذ رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال النبي له عليه الصلاة والسلام: يا معاذ، كل واحد فيكم يسمع النبي عم يحاكي له هلا، لاحظ النبي عم يحاكيك إلك، يا معاذ ألا أخبرك برأس الأمر، رأس أمر الإسلام، ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ أعلى شيء في الإسلام ذروة السنام، أعلى السنام، ما بتشوفوا الجمال له سنام، آخر السنام هي الذروة، جبل له علوة، آخر الجبل هالعلوة هي شو يقال لها؟ سنام الجبل وسنام الجمل. فألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام. رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه أعلى شيء فيه الجهاد. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ألا أخبرك بملاك ذلك كله، بعمل بيجمع كل هالأعمال، بملاك ذلك كله، الإسلام والصلاة والجهاد كل ذلك بيجمع الكل، ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه شو النبي كمان؟ أخذ بلسانه وقال: كف عليك هذا، كف عليك هذا. قلت: يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به، اللي عم نحكيه كمان الله بده ياخذنا على كلامنا. فقال صلى الله عليه وسلم: ثكلتك أمك، ثكلتك أمك يا معاذ. هي كلمة النبي ما دعا عليه، هي الكلمة تهدمك أمك، هي معناتها ثكلتك يعني تهدمك أمك، لكن هذه كلمة كانت من النبي عليه الصلاة والسلام، كلمة يعني عما ينغني قلبه. ثكلتك أمك يا معاذ، وين رايح أنت؟ مالك شايف؟ مالك عرفان؟ ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس، وهل يكب الناس في النار على وجوههم،
وهل يكب الناس في النار على وجوههم؟ أو قال على مناخرهم؟ إلا خصائد ألسنتهم، إلا خصائد ألسنتهم، يعني لسانك عم يحصده بالكلام، هذا اللي بدك تتأخذ عليه يوم القيامة، هذا اللي بده يوصله إلى النار، طب على وشه، على مناخيره، على مناخيره في النار. يعني إذا كان وجهك بده يصير على النار، معناته قديش الآلام بده تصير. فمن أجل اللسان، فمعناته أول يوم اللي رح ندخل لحنا، هذا أول مدرسة، أول صف هذا، وأول درس رح ناخده على حفظ اللسان، حتى نشوف بكرة شو في كمان بهذا اللسان. فإذا أفضل من الصلاة، وأفضل من الحج، وأفضل من كل شيء أن تضبط اللسان. املك عليك لسانك، أخذ بلسانه وقال كف عليك هذا، كف عليك هذا. فسيدنا معاذ عم يحكي بلساننا نحن كلنا، إنه يا رسول الله إذا واحد عم يحكي كمان على كلامنا بدنا نتأخذ؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ثقلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ لسانك اللي عم يحكي هذا بدي يوصلك إلى النار. لو بنعرف هيك ما كنا حكينا منه، كان تم لسان ساكت. لو يعرف الإنسان لازم، هي فضيلة من فضيلة رمضان، وكرامة من كرامة شهر رمضان، أن نعلم ماذا أمامنا بكرة يوم القيامة. إذا كان لسانك بدي يوصلك لجهنم، ما بنقول لك اقطعه، اقطعه عن الإساءة، اقطعه عن الكلام الفاسد، اقطعه عن الانحراف، انطق به الخير تجده يوم القيامة. هذا أمر يجب أن يحفظ الإنسان هذا الحديث. أن ألا أخبرك بي، ألا أخبرك برأس الأمر وعموده، العمود العضاضة اللي بدها تحمل الخيمة كلها، العمود اللي بده يحمل الخيمة كلها. قال العمود هو الإسلام، يعني بده يحمل الإسلام كله العمود. والعمود شو هو؟ قال هي الصلاة. فإنسان لا يصلي إنسان لا خير فيه. إذا كان الصلاة ما قام بها، معناته إنسان لم يفعل من الخير شيئا، ولا خير في كل أعماله. إذا صلحت الصلاة صلحت الأعمال كلها، وإذا فسدت الصلاة فسدت الأعمال كلها. وإذا واحد ما صلى، إذا ما صلى هذا فلا خير فيه. كل دين فيه صلاة، المسيحية واليهودية والبوذية وعباد النار، كل دين فيه صلاة. أما دين بلا صلاة، شو معنى الصلاة؟ الصلاة هو التفرغ لله سبحانه، تفرغ قلبك وقت لله سبحانه وتعالى، حتى يتجلى الله على قلبك بنوره وهدايته وفضله. فإذا ما في صلاة معناته ما في صلة بالله، وإذا ما في صلة بالله من لم يكن له الخير كان له الشر. ما صلوا صلة بالله، بكل صلة بالشيطان، بالشيطان، فيأمره بالسوء ويأمره بالنقص ويأمره بالمعاصي. فالنبي صلى الله عليه وسلم إذن وجهنا أن تكون ألسنتنا ألسنة الصالحين، وأن تكون قلوبنا قلوب العاشقين لله الوالهين في محبة الله. أتى سيدنا معاذ مرة إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، أسألك عن عمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. عم يدلل عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه بإيده مفتاح عليه الصلاة والسلام، مفتاح الجنة بإيده عليه الصلاة والسلام. من اتبع رسول الله كان من أهل الجنة. دخيلك أنا رسول الله، أسألك عن عمل
يدخلني الجنة ويبعدني عن النار. فقال صلى الله عليه وسلم: لقد سألت عن عظيم. سألت عن عظيم، أمر عظيم هذا، دخول الجنة. ما بدخل الجنة إلا أهل الكمال، ما بدخل الجنة إلا أهل القرب، هذا شيء عظيم. سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه. إذا الله يسر لك يا كن يسير عليك. طيب بدك سجل. قال له: أولا تعبد الله ولا تشرك به شيئا. تعبد الله ولا تشرك به شيئا، هي أول واحدة. ثاني واحدة: وتقيم الصلاة. ثلاثة: وتؤتي الزكاة. وتصوم رمضان. وتحج البيت. كم وحدة هذول؟ لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. هذول الخمسة. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك على أبواب الخير؟ أبواب الخير كلها اجمع لك إياها ودلك عليها. الصوم جنة. نكتب الحديث بعدين ما نفسره. الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. وصلاة الرجل في جوف الليل. ثم تلا صلى الله عليه وسلم: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. ثم ذكر الحديث الثاني اللي أخذناه: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده. هذا أول بعدين هذا. ثم ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه. ومسك لسانه قال له: كف عليك هذا. ما هالحديث؟ أخبرني. كل واحد منا لو كان النبي بيسأله: يا رسول الله بدي عمل يوصلني على الجنة، مفتاح الجنة معك، شو بدي أعمل لحتى أصل على الجنة؟ أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويبعدني عن النار. قال: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه. مين اللي بيتيسر عليه؟ يلي بيتيسر عليه اللي الله بيرزقه الحب. والله يا أحبابي كل عظيم يكون يسيرا بالحب. متى ما حبيت تلاقي الأمر العظيم صار أمر يسير، مهما كان الأمر شديد. لو واحد الآن إجره عم يعرج منها وظهره عم يجعه، وجا واحد صادق قال له: براس الأربعين في تنك الذهب. وعلم صدق هذا الرجل وما خبرت غيرك، شو بيعمل؟ بالله عليكم شو بيعمل؟ يقول: رجلي عم تجعني أو ظهري عم يجعني، ولا بيتعكز وبيطلع ولو تزحلق بيرجع بيطلع بيكمل، بيحس بالتعب بيحس بالوجع، ولما بشوف التنكة قدامه ما بقى لا بقى تعب ولا بقى وجع ولا بقى. اسألوا الأم، هي الحب يا ابني شلون بيجي؟
بالحمل، آلام الحمل وآلام الوحم وآلام آلام أشكال ألوان. الأم بتقضي الحمل وهنا على وهن. لما بيجي الولد جرب ما تسمع واع، يا تسلم يا تقبرني يا حبيبي، نسيت وجعها ونسيت ألها. بيجي الرجل بيقول لا والله أنت تعبتي كثير، ما بقى بدنا أولاد. قل له ليش ما بدنا أولاد؟ لا بدنا كمان أولاد. بدنا لك تعبتي، لذة الحب نسيت الوجع. فهذا يا ابني إذا بدك الأمور الصعبة تتيسر إليك حب، اللي الله بيكرمه بالحب يا ابني. لذلك الصحابة حبوا النبي، ما هن اللي حبوا النبي، الله قال لهم حبوا النبي. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. حبوا النبي، إذا ما حبيته ما بشتي. فإذا ما أحب من يقربه إلى الله بلاقي الأمر صعب. قوم صلي هلا التهجد ما بيحسن، نعسان. طيب وإذا كان الشيخ قال له أنا عم بستناه مشان نصلي التهجد بينام ما بيجينه. وإنه لا يسير على من يسره الله عليه، اللي الله بيكرمه بالحب. الله أكبر، ما في أمر صعب في الحياة يا ابني أبدا. كل صعوبة تجدها في الحياة طرق باب الحب فيها تجدها ميسرة ومسهلة. وإنه ليسير على من يسره الله عليه. أول واحدة تعبد الله ولا تشرك به شيئا. أظن ما حدا ممكن يشرك بالله. النبي ما خاف علينا من عبادة الأصنام ولا خاف علينا من عبادة الأوثان، ما خاف علينا النبي، خاف علينا النبي عليه الصلاة والسلام من الرياء، الشهوة الخفية. الرياء أن تعمل مشان الناس تمدحك، مشان الناس تثني عليك، هذا أعظم من عبادة الأصنام. فصلى الله عليه وسلم ما خاف علينا من عبادة الأصنام، لا تشرك بالله. لكن الشيطان بيدخل من أبواب بظن الإنسان منيحة، هي بتكون من الشيطان حتى يخليك تشرك بالله. أكثر الناس مساكين نيتهم صالحة، هذا وجعه رأسه، يقول والله صايبه عين حط له خرزة زرقاء، هذا احمرت عينه نحط له خرزة زرقاء أو خرزة إنه منصاب بالعين. الخرزة الزرقاء بدها تدفع البلاء، بيظن إنه إذا حط الخرزة الزرقاء بيدفع البلاء عن حاله. هذا شرك يا ابني، لأنك ظننت أن غير الله يملك القدرة على ذهاب البلاء. والذي يذهب بالبلاء مين؟ الله، ما في غيره. أما إذا اعتقدت أن الخرزة الزرقاء تحمي الولد من العين، تحفظ الولد من العين، الخرزة الزرقاء ما بتملك نفسها، لو أخذتها وضربتها بحجر كسرتها تملك من أن تقول لك أخ أو إيخ؟ الإنسان يقع في الشرك من هالناحية، هي ما بيعرف أنه هذا الشرك. هاي وحدة. كثير من الناس يحط لأولاده الخرزة الزرقاء، هذه الخرزة الزرقاء لازم نقطعها. ليش حاططها؟ مشان ما ينصاب بالعين. أكثر الشباب هلا عم يحط سوار نحاس، ما هي؟ ليش هي سوار نحاس؟ هي مشان أن العصبي، مشان ما تسبب معه عصبي. سوار نحاس، هي سوار نحاس تملك لنفسها نفعا أو ضرا؟ لا. شلون بدها تدفع عنك الضرر؟ بحط سوار نحاس. النساء الله عز وجل يهدينا، جيبوا الميسي من شجرة الميس، شافت خشبة من شجرة الميس وشبة، بحط شبة وخرزة زرقاء وخشبة ميس مشان تدفع عنه البلاء والعين. لا الشجرة بتضر ولا
البحث بالضر ولا الحجر بالضر، فلا تشرك بالله شيئا، الله وحده. بيجوا الآن مثلا سيدنا الشيخ محي الدين، يا سيدي يا محي الدين، يا سيدي الشيخ محي الدين اشفي لي ابني، يا سيدي الشيخ محي الدين اشفي لي ابي. الشيخ محي الدين بيحسن يشفي الام والاب؟ لا. لو هو مريض بيحسن يشفي نفسه؟ لا. شلون بده يشفي لك ابنه وما بيحسن يشفي نفسه؟ شفاء من الله. هذا ما عرف يحكي، ما منكفره لكن ما عرف يحكي، يقول يا ربي بجاه سيدي الشيخ محي الدين اشفي لي ولدي. قال له يا شيخ محي الدين اشفي لي ابني، بدل ما يقول يا ربي جاه الشيخ محي الدين، قال له يا شيخ محي الدين. فنسأل الله في كل واحدة ولا نعتمد على غير الله، هذا بيبتعد عنك الشرك. لا تشرك بالله شيئا وتقيم الصلاة. في بالقرآن آية صلوا، في أقاموا الصلاة، ما في صلوا. النبي ما قال له صلي، قال له قيم الصلاة. إقامة الصلاة أن تصلي الصلاة المستقيمة بالتوجه إلى الله، ما يخطر ببالك إلا الله وأنت عم تصلي، هاي الصلاة المستقيمة. أما عم تصلي ما حد عارف ثلاثة ولا أربعة صلاة، أربعة ولا خمسة صلاة، عم يفكر مرة بالمصاري مرة بالأكل مرة بالشغل مرة، هذا مو صلاة مستقيمة. يعني الصلاة المستقيمة التي تستقيم بالتوجه فيها إلى الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، زكاة المال. كل واحد ملك النصاب وحال عليه الحول، النصاب 40,000، وإذا حال عليه الحول سنة موجودين عنده بتطالع على 40,000 على كل 40,000، على 100,000 2,500، على 100,000 2,500، متى ما صار معك بتطالع الزكاة. إن طالعت الزكاة كتبت مسلما، وإن منعت الزكاة فأنت مشرك. وإذا مات الله عز وجل شو قال؟ فويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. والنبي قال عليه الصلاة والسلام الزكاة قنطرة الإسلام، الزكاة قنطرة الإسلام، تؤتي الزكاة. طيب إذا واحد ما معه 40,000، واحد جمع 10,000 بيطلع عليه زكاة؟ زكاة ما بيطلع عليه، لكن بيطلع عليه صدقة، يتصدق على والده على والدته، يتصدق على أهله على أقاربه، يدفع للمقربين. أول ما بدأ تدفع الزكاة للأرحام، تبهوا عليها الناس ما عم تنتبه، الزكاة أول ما يجب أن تتفكر بأهلك وأرحامك، أهلك وأرحامك تعطيهم الزكاة، ما عدا الأولاد وما عدا الآباء، الأب والأم ما بياخذوا، والأولاد بعدين الأرحام كلهم قرايبينك تدفع لهم من الزكاة، تؤتي الزكاة. وتصوم رمضان، هي إجاكم رمضان أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم، وتحج البيت بعد رمضان إن شاء الله ربي بكرمنا بحج بيت الله الحرام. ثم قال ألا أدلك على أبواب الخير؟ كل أبواب الخير نعم. قال الصوم جنة، الصوم جنة، الجنة هو الترس، ترس جنة لأنه بيصرف عنك ضرب السيف، يعني الحصن يعني بدك تتحصن فيه الصيام، بحصنك من الأمراض ومن الآلام ومن الأوجاع الصيام. الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة، الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. الصدقة غير الزكاة، الزكاة بيجيب للمال عد 40,000، عد 10,000
طالع منهم 100 ليرة، 40,000 طالع منهم 1000 ليرة، هدول زكاة المال بيتصدق فيهم للفقراء والمساكين والأيتام أو إلى طلبة العلم، وهذا أفضل شيء. أما الصدقة صح تدفعها لوالديك لأولادك للفقراء للمساكين، تدفع لكل ما يلي. قال عليه الصلاة والسلام: يستظل المؤمن يوم القيامة في ظل صدقته. يستظل المؤمن يوم القيامة في ظل صدقته. يوم القيامة بالمحشر الشمس فوق الرؤوس بدها تكون، فوق الرؤوس الشمس بدها تكون، وشها إلى الخلق، هلا عاطينتنا ظهرها، لهب الشمس هلا لوي لفوق، بكره بدها تنقلب لهب علينا فوق رؤوسنا. والحديث بحيث لو مد احدكم يده لامسكها، يعني قريبه من الرؤوس، وحر وشده. المتصدق الله بيجعل له خيمه غمامه بتظلله من حر الشمس حتى يدخل الجنة. يستظل المؤمن في ظل صدقته يوم القيامة. وصلاة الرجل في جوف الليل، الله، جوف الليل قبل الفجر بشوي قوم تصلي تهجد، ومن الليل فتهجد به نافلة لك، لك أنت اللي تنتفع فيها، ما حدا بينتفع فيها. هذا التهجد كمان المسلمين نسيوا، نادر من المسلمين اللي بيفز قبل الفجر بيتهجد. التهجد هذا صفة من صفات أهل القرب إلى الله، لا يوفق للتهجد إلا من كتب الله له التقرب إلى الله. صاحب القرب إلى الله بيفز قبل الفجر بركع له ركعتين 4 ركعات يسأل الله عز وجل، هذا المفروض. ثم قرأ النبي الآية: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. فصلى الله عليه وسلم جعل لنا إذن حفظ اللسان خلاص من عذاب الله، حتى ما تتعذب في جهنم يوم القيامة مع المنافقين أو مع الكفرة. الله عز وجل أراد أن ينبهك فأرسل الرسول عليه الصلاة والسلام. فقال النبي عليه الصلاة والسلام عندما سأله بعض الصحابة: من نجاة يا رسول الله؟ جل بده ينجيني يوم القيامة. فقال عليه الصلاة والسلام: املك عليك لسانك، املك عليك لسانك، وليسعك بيتك، وابكي على خطيئتك. من نجاة يا رسول الله؟ قال: املك عليك لسانك. يا أخي إذا أنت ما ملكت لسانك مين بده يملكه؟ لسانك بيتمك، إذا أنت ما ملكته مين بده يملكه؟ إذا أنت فلت الجام تبعه لحا يأخذ فيك راس بيوصلك إلى جهنم. املك عليك لسانك وليسعك بيتك، لا تطلع الشوارع. املك عليك لسانك وليسعك بيتك، وابكي على خطيئتك. أنت إنسان خطأ، ابكي على ذنوبك اللي عم ترتكبها، يلي حتى تطفي نار جهنم بدمع عيونك، الدمعة من العين تطفئ نار جهنم، البكاء من خشية الله، الدمعة من عين البكاء من خشية الله تطفئ نار جهنم عنه عن من يعذب. إذا في حدا عم يتعذب قدامك ونقطة الدمع تطفي النار عنك وعنه. يا سبحان الله، ما أحلى البكاء من خشية الله. إذن فصلى الله عليه وسلم إذن رغبنا بالنجاة أن نضبط اللسان.
طيب، وبالنسبة لحفظ اللسان كمان حتى نتمم البحث، بالنسبة لحفظ اللسان، إذا الإنسان حفظ لسانه رح ياخذ ضمان من سيدنا رسول الله. لا أسألكم، ضمان النبي عليه الصلاة والسلام مقبول عند الله؟ ما اسمع شيء. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: من يضمن لي، من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. حديث رواه البخاري. فضمان الجنة هذا بين إيديكم. مين بيحب ضمان الجنة أن يكون من أهل الجنة؟ اللسان والفرج. اللسان عن الكلام الناقص، والفرج أن لا تقع في زنا ولا فيما يقارب إلى الزنا. الزنا أن يأتي الرجل امرأة بغير عقد ولا شرع بالحرام، هذا الزنا. أما ما يقع فيه الشباب من العادة، وهذه نسأل الله السلامة من أعظم المصائب يلي بدها تصيب الإنسان في جسده وفي عافيته وعذاب الآخرة يوم القيامة. والنبي قال: ناقح الكف ملعون، يعني مطرود من الرحمة. لكن الشباب ما بتعرف الأمور هي، فلازم ننتبه أن لا يقع الإنسان بهذا الحرام. من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. صلى الله عليك يا رسول الله. آمنا بضمان النبي عليه الصلاة والسلام، آمنا إن شاء الله. الله بيحفظنا وإياكم أن لا نقع في شيء من هذا الحرام مطلقا، مهما كانت الأمور. ما دام كلمة اللسان عم نحكي عن لسان، كيف لنا أن نضبط هذا اللسان؟ بدنا نسأل النبي عليه الصلاة والسلام، أنه هاللسان بيغلبنا بعض أوقات، شلون لازم نضبط اللسان؟ أنتم معي في ذلك؟ لازم نعرف شو بيضبط اللسان؟ فالنبي يقول لك صلى الله تعالى عليك يا سيدي يا رسول الله، قال: لا يستقيم إيمان عبد، لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه، ولا يدخل الجنة رجل لا يأمن جاره بوائقه. ولا يدخل الجنة رجل لا يأمن جاره بوائقه. إيمانك كله لا يستقيم إذا ما استقام القلب، والقلب لا يستقيم إذا لم يذكر الله. هذا شيء طبيعي يا ابني. لا يستقيم القلب إلا إذا ذكر الله وأحب الله. إذا ما في ذكر، ما في حب، القلب بتم معوج، تم بميل دائما إلى الهوى والشهوات. لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. يعني القلب مربوط باللسان، لما اللسان بيصير طيب بيصير القلب طيب، ما دام اللسان عم يفلت معناته القلب ما هو مستقيم. هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام. لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه، ولا يدخل الجنة رجل لا يأمن جاره بوائقه. البوائق الناقصة،
تحكي على جارك، تسب جارك، تطعن بجارك. النبي عليه الصلاة والسلام قال: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا: من يا رسول الله؟ خاب وخسر. قال: من لا يأمن جاره بوائقه. إذا جارك ما بده يأمن نقائص طبعك، بينزل الجار بيلاقي باب جيرانه مفتوح، بمدرسه بيقول: يا جيراننا أنتوا فاتحين الباب؟ بده سيف يقطعها الرقبة. وين دخلت راسك لجوا؟ كشفت عورة جارك؟ هذا ما في بايئة، هذا ناقص، هذا لا يؤمن. المفروض من مسلم إذا شاب الباب مفتوح دير ظهره وبيسكر الباب حتى يضمن على أهل جيرانه. في واحد اللي بيقولوا كلهم أحجار ولا هالجار، وفي واحد بيندفع الجوهر على الجار. واحد بده يبيع بيته، نزل بيته بالدلال، إجا جاره لعنده: يا جار شلون بتنزله بالدلال؟ إيه أنا جارك، لازم تعرضه علي أولا، بيت بنعرض أول كل على الجار، لأنه النبي قال: جار الدار أحق بدار الجار. لازم تعرضه على الجار، جار الدار أحق بدار الجار. اللون والله متضايق بدي بيعه. قد ايش جاب لك؟ قال له 80,000. قال له: هلا بيجوا. جاب له 80,000، دفع له اياهم، وقال له: خليك بالبيت، انا هلا مالي بحاجته، خليك بالبيت، لما بحتاج البيت بقول لك فضي لي اياه. شهرين، ثلاثة، أربعة، الرجل تاجر، رجعت تجارته ورجعت، ما عاد في حاجة لبيع البيت. قال له: يا جار ما بدك البيت؟ أنا اللي حروح أشتري البيت. قال له: لا، البيت تبعك مو بيتي. قال له: ما اشتريته؟ قال له: لا، أنا ما اشتريت البيت. قال له: دفعت لي 80,000. قال له: أنا ما اشتريت البيت، أنا اشتريت جوارك، جوارك بيسوى أكثر من 80,000، فأنا اشتريت جوارك. فالله يبارك لك بالمال ويبارك لك بالبيت. الله يرحمهم، الله يرحمهم على هيك. هذا الجار الصالح يا ابني. أما الجار اللي بيكتشف على جيرانه، الجار اللي بيطلع على جيرانه، هذا لا يؤمن. فصلى الله عليك يا رسول الله. طيب، قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة ما يلقي لها بالا. إن ما لقيمة عنده، حكى كلمة لحشة، يهوي بها في نار جهنم وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة ما يلقي لها بالا يرفعه الله بها في الجنة. واحد بكلمة وصل للنار، واحد بكلمة وصل للجنة. صلى الله عليك يا رسول الله. إن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا ما يلقي لها بالا، في رواية لا يرى بها بأسا، حكى كلمة، يهوي بها في النار 70 خريفا، 70 سنة بيهوي في جهنم من هالكلمة اللي حكاها. نسأل الله السلام. شو هالكلمة بقى يلي إذا كان من سخط الله حكاها؟ واحد غير يقول له، قال له: روح دبره. قلت له ما قال له قتله، قال له: اق ما قال له اقتله، قال له اقتله، نص الكلمة. فصلى الله عليه وسلم قال: من أعان على قتل مسلم ولو بشطر كلمة
لقي الله يوم القيامة مكتوبا بين عينيه آيس من رحمة الله، آيس من رحمة، ما في رحمة، هذا نص كلمة، كلمة بيهوي فيها 70 خليفا في جهنم. واحد حكى للثاني قال له اذكر الله، هاي كلمة وهي كلمة، اذكر الله، راقب أن الله معك، يرتقي فيها في الجنة درجات. هكذا كلمة توصل إلى رضوان الله، وكلمة توصل إلى سخط الله. فما في شيء في الحياة أضر بالسجن من اللسان، اسجن لسانك عن الكلام الناقص حتى ما تقع في محرم. والله عز وجل يسألك يوم القيامة عما تكلمت، لذلك أقول لك قل خيرا تغنم واسكت عن شر تسلم. ما بدا كلام كثير، كلمتين، قل خيرا تغنم واسكت عن شر تسلم. انتوا هلا شو لازم بقى تعملوا بعد الدرس؟ هلا ارجع بدكم تعملوا مثل ما كان ابائنا يعملوا، لكن على غير صفه. كان ابائنا الله يرحمهم كان ما واحد يطلع من البيت الا حامل 3 جيب، جيبه على اليمين، جيبه على الشمال، جيبه بالنص. جيبه اللي بالنص يعبيها حمص، حط كيلو حمص، كيلين حمص، ماشي. كل كلمة يتكلمها إذا سلم على واحد يقيم حمصة يحطها بجيبة اليمين، شتم واحد يقيم حمصة يحطها بجيبة الشمال، حكى كلمة صالحة حمصة باليمين، حمصة هون حمصة هون، طول النهار عم يحاسب حاله على كلامه، حمصة على اليمين حمصة على الشمال. يجي عشية فضي جيبة اليمين فضي جيبة الشمال، عد هدول الحمصات وعد هدول الحمصات. إذا طلعوا الحمصات الخير أكثر من حمصات الشر، يفز يصلي 4 ركعات شكر لله يلي وفقه إنه يتكلم الكلام الصالح. وإذا طلعوا تبع جيبة الشمال أكثر، سيئاته أكثر، ليلتها ما ينام الليل، طول الليل يحيي الليل بالبكاء والذكر حتى الله يغفر له الذنوب هي. فبدكم هلا تحاسبوا حالكم على الكلام. واشد الكلام يا اخواني عند الغضب، انتبه لما بيطلع خلقك هون حط الفرامات، مؤمن اللي بحط فرامه عند الغضب، عند الغضب اوعى يطلع منك، بده يسب بده يشتم، سكوت سكوت، لا تخلي الشيطان يلعب عليه. لا احكي لكم هالقصة في اخر الدرس. سيدنا موسى صلوات الله عليه رايح بده يناجي الله، رايح الى المناجاة. هو في الطريق طلع له ابليس، يا نبي الله وين رايح؟ قال له والله في موعد مع الله، رايح كلم ربي. قال له أتحمل لي أمانة؟ إذا بدي يحملك أمانة تحمل أمانتي؟ خير. قال له بدي تسألني الله، إذا حبيت توب الله بيتوب علي؟ قال له بتوب؟ قال له إذا الله بيتوب علي ليش حتى ما توب؟ توب أنا، إذا الله بيتوب علي بتوب علي، بس سل يا ربي بلي توبتي. بالله عليك بتوب؟ والله بتوب، مشتاق بدي توب الى الله. قال له خلص هلا بسأل، والله يا ربي. ابليس قال بتوب عليه؟ حابب يتوب. قال له اتوب عليه بشرط ان يسجد لقبر ادم سجده واحده. كان سبب شقائه ترك السجده، يسجد السجده وانا بتوب عليه وبعفي عنه. ما في غير شروط لازم ولا شرط، بس يسجد لقبر ادم سجده وانا بتوب عليه. رجع سيدنا ادم فرحان، سيدنا موسى
رجع فرحان كيف شافوا إبليس. شو الخبر؟ قال له لك أبشر، لك أبشر خير. قال له الله بيقبل توبتك، بس الجلد قبر آدم سجد واحد. نعم شو عم تحكي؟ سجد واحد لقبر آدم حتى قلب على ظهره. قال له أنا لما كان طيب ما سجدت له، سجد له هو ميت سيدنا موسى. لكن إبليس لما ما رضي يسجد، قال له لكن بما أنه عملت معي المعروف رح أعطيك الأجرة، معروف بده مكافأة، أنا رح أكافيك عليه. يا موسى اذكرني عند ثلاث، انتبه احفظني، احفظ عند ثلاثة خذ حذرك مني، احذرني عند ثلاث. انتبهوا يا اخواني، هي ما قصة، هذا حديث يا ابني. احذرني عند ثلاث، أول وحدة قال له احذرني عند الغضب، أول وحدة احذرني عند الغضب، فإن الرجل إذا كان حديدا، يعني إذا كان أحمق ونزق كثير، لعبنا به كما تلعب الصبيان بالكرة. هذا بيدخل جول وهذا بيدخل جول، لعبنا به كما تلعب الصبيان بالكرة حتى يزل ويضل. هي أول واحدة عند الغضب. ثاني واحدة قال له احذرني عند النساء، فإن الرجل إذا خلا بالمرأة كنت رسوله إليها ورسولها إليه. رسولك بيزين له إياها وبيزين له إياها حتى يقع في ما حرم الله تعالى. هي الثاني. والثالثة قال له الثالثة احذرني عند لقائي لهذا، عند لقاء الصفين، فإني آتي إلى الرجل فأذكره بأهله وولده وماله حتى يفر، متى ما دار ظهره، ومن يمليهم يومئذ دبوره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. فازت ثلاثة، حفظتوا؟ أول وحدة عند الغضب، الثانية عند النساء، الثالثة المعركة. أسأل الله أن يحفظني وإياكم وأن يغفر لي ولكم وللمسلمين أجمعين، وصلى الله على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين.